فإن الدخول المدرسي المقبل سيعرف تسخير حوالي 18555 حافلة من طرف البلديات، منها 11383 حافلة من حاضرة البلديات، و 7172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل الخواص وقصد نقل التلاميذ. إن هذا العدد الهائل من الحافلات المسخرة من طرف البلديات يضمن تغطية ما يزيد عن 12585 خط. على أن يتم التدارك المتواصل للعجز المسجل ببعض الخطوط، حيث تم منح بعنوان سنة 2023 مخصص مالي يقدر بست ملايير دينار من موارد صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تخطي هذا النقص، سيما بالنسبة للبلدية ذات الموارد المالية المحدودة. بادئ ذي بدء، لا أخفي سعادتي في هذا اليوم الذي أرى فيه شركة سوناتراك مرة أخرى وليست أخيرة بطبيعة الحال، في إطار اعتبارها شركة وطنية مواطنية تعمل الكثير لأجل الوطن وترافق كذلك المدرسة. أرى أقول أعبر عن سعادتي وأنا أرى هذه الشركة وهذه الوزارة تعطي 60 يعني حافلة لنقل أبنائنا وبناتنا عبر ربوع الوطن ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، وهذا يضاف إلى الحظيرة الحالية التي دأبت وزارة الداخلية على الاستزادة فيها لضمان نقل مدرسي كافي ووافي. جزيل الشكر هذه لسوناتراك هذه المبادرة، وهي ليست الأولى بل هي من مبادرات عديدة التي قامت بها سوناتراك في مجال كذلك التدعيم الاجتماعي، فنحن جد سعداء بهذا العملية، وراح تكون عمليات أخرى كذلك بالنسبة لسوناتراك لتوفير كل اللوازم للدخول المدرسي كذلك. راهي مبادرة من أجل تحسين ظروف الدخول المدرسي جيد وتخفيف العجز على النقل المدرسي فيما يخص بلدية المزادة، ونتمنى أن هذه المبادرة تتكرر ويكون حافل ولما لا حافلة أخرى من أجل سد العجز الذي تعاني منه بلدية المزادة. فيما أنا من أجل استلام حافلة النقل المدرسي من طرف شركة العملاقة سوناتراك، واللي نحييها ونشكرها بهذه المبادرة، وكما عودتنا سوناتراك أنها دائما ترافق المجتمع المدني في كل المناسبات، فهذه تعتبر إضافة لحظيرة البلديات من النقل المدرسي. فنحن في بلديتنا إن شاء الله بهذه الإضافة نكون قد تمكنا من تغطية العجز. دي زاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.